يا اهلا وسهلا. النهارده الموضوع لذيذ وصغير بس مهم جدا جدا جدا، ولو ظبطناه يعني هنستريح كتير كتير في التعامل مع الاطفال. الموضوع ببساطه هو ان الاطفال كتير بيبقوا في تمرين مش منتبهين، مش مستمعين الكلام، مش عايزين يعملوا، مش عايزين يطوروا من مستواهم، مش مركزين، مشتتين، حاجات كتير يعني. المهم بتحصل بعد كده شكوى من بابا او ماما او المدرب او المعلم او المربي او ايا كان ان الولد مش منتبه، ما بيسمعش الكلام، مشتت، حاجات كتير يعني. ده ببساطة مشكلة اختصارها ان الولد ما بيخافش. الخوف في التعامل مع الاطفال مش انه خايف انك تضربه او تشتمه او الحاجات دي كلها او تورق له، او مفيش الكلام ده خالص. هو مش خايف على حاجة. الطفل لما بيشوف ان مفيش حاجة مثيرة في اللي انت بتعمله فمش هيهتم بيك. مهم جدا انك تبقى عارف ان الاطفال مش كلهم فاهمين قصة الاحلام والاهداف والاولمبيكس، وان انا عايز اتمرن عشان اروح بطولة، او عايز اذاكر عشان ابقى دكتور. الكلام ده كله مش موجود بالنسبة للاطفال. في سن معين كده عايش فيلم كرتون، انا جاي العب، ما تخنقنيش بقى وتقولي عشان تبقى شاطر انا مش عايز ابقى شاطر، انا عايز اتبسط، انا جاي العب. فهذه القصة. لو احنا ركزنا على ان برضو كمان، ولما الاولاد يبقى عندهم طموح، انت لازم برضو تمرينك يبقى ممتع. ولو الطفل اتضايق او زعل او قال لك عايز اروح، المشكلة من عندك. حاول تخلي تمرينك مثير زي ما قلنا، ومليء بالمغامرات والحاجات اللي الطفل هيخسرها لو سابك. مفروض ان انت مدرب كاراتيه مثلا وبتقول لهم يا اولاد في لعبة هنلعبها في اخر التمرين، لو ركزتوا جدا هنلعب اللعبة دي في اخر التمرين. واللعبة دي شرط اساسي انها تكون مثيرة عشان الاطفال يبدأوا يركزوا عشان ياخدوا الهدية بتاعتهم اللي هي اللعب. وكل لما كانت اللعبة دي مثيرة اكتر، كل لما الاطفال ركزوا معاك اكتر، بحيث ان هم هيخافوا ان اللعبة دي ما يلعبوهاش، او هيخافوا انك تلغي اللعبة دي عشان هم مش مركزين او. وهتفضل انت تلعب على البوينت دي، اولاد لو مش مركزين انا مش هنلعب مثلا، فهتلاقي الولاد ايه ده، لا لازم نلعب. فده الخوف، ده المقصد من الخوف. الخوف درجات، واسمى درجات الخوف ان الولد يبقى خايف على زعلك. ان في ناس كتير نسمع ان هو لو مركزتش هتضايق منك او هزعل او هخصمك، فتلاقي لا لا لا. فكل ما درجة الخوف بقت فوق، كل ما بقى افضل واحسن للاطفال. فده معنى الخوف باختصار. المفروض انك تملى الوقت، سواء تمرين او حصة درس او تعليم او اي حاجة، بمثيرات كده وحاجات لذيذة وحاجات مثيرة عشان الطفل يبقى خايف انه ما ياخدش المميزات دي، ويفضل حريص جدا انه مركز، ومركز انتباهه جدا، وبيحرص ان هو يطور من نفسه عشان يبقى من افضل الناس اللي بتاخد الهدية دي. انما لو الهدية دي مش موجودة عادي، يعني مش مهتم، فمش هسمع الكلام، فمفيش حاجة مثيرة بالنسبة لي. ده الموضوع باختصار. وعلى السكيل الكبير، احنا او البني ادم بيخاف، فالخوف ده بيخليه يعمل شوية افعال. مثلا انا خايف اتخن فبعمل رجيم، انا خايف صحتي تضعف فبلعب رياضة، انا خايف من النار فبصلي او بعمل عبادات عشان ادخل الجنة. وبكده يكون الفيديو الاول في شوية الفيديوهات اللي بتتكلم عن الطفل، يعني بدون دخول في تفاصيل علمية، لان الكلام ده يعني دردش اكتر منه رسالة علمية مترجمة بشكل اخر مش عارف ايه. لا خالص، انا قاعد ودي خبرة صغنططة يعني، انا ما عنديش اولاد ومش مخلف وكده يعني، فبرضو الموضوع ممكن يحمل اخطاء كتيرة. فلو حد عنده اي استفسار او مناقشة ياريت يقولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سلام عليكم.